كريم معانا جمال الوادي عبر سكايب وهو مدير الحراك الثوري في اسطنبول في المجلس الوطني السوري. سيد جمال الوادي، شو رايك باللي عم يصير الان في سوريا سيد جمال؟ السلام عليكم سيدي الكريم. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اخي الكريم، اللي عم بيصير اول شيء بالنسبه لاجرام بشار، في عندنا مثل سوري بيقول فرخ البط عوام، فالزلمه ابن ابوه ويقبل ابن الله ان يقلد ابيه. الاب كان يعني مجرم في حماه وعاصمه اجرامه هي حماه، لكن الابن في سوريا ولكن عاصمه اجرامه كانت بحمص. سقف الاجرام عنده ازداد بالايام الاخيره لانه شعر باقتراب نهايه وقته. لو لاحظنا احنا بدايه الثوره كانت يعني المتوسط الاسبوعي 6 إلى 10 بالاسبوع، صارت باليوم وارتفعت نسبه القتل اليوم من 20 إلى 30. اليوم نسبه القتل في سوريا تصل لل 150 شهيد يومي، والعالم عم بينظر. والخطوات، نعم اليوم في خطوات، اليوم طرد السفراء خطوة ممتازة بالاتجاه الصحيح، لكن هالخطوات ما عم تتناسب. يعني مثل خطاب بشار الأسد، بشار الأسد لو خطب خطابه الثاني مكان الخطاب الأول كانت انحلت المشكلة السورية بأيامها. نفس الشيء احنا عم تجينا إجراءات من العالم مشكورين عليها لكن متأخرة وهي أقل من المرجو. يجب أن يكون اتخاذ قرار حاسم وقطعي بأنه هذا الإنسان لا يصلح لقيادة سوريا بالمرحلة المقبلة. طيب منيح أستاذ جمال الوادي، اسمح لي فقط أن أقرأ بعض التعليقات التي وردت على، سأسألك عن هذه النقطة، على زيارة لافروف. أنه هل أبو فاضل يقول هل من أجل هذا الكلام أتيت يا لافروف؟ فأنت تعرف بأن المعارضة رفضت الحوار، لكنك لا تعرف بأن هذا النظام هدد بعض معارضيه بالقتل أو بالتصفية إن لم يصرحوا بما يريد النظام. نتساءل السيادة، شو سيد لافروف معتبر حالك من أهل البيت شكلك؟ أنت شو عم تعمل عنا؟ مو هذا أليس اسمه تدخل خارجي؟ ولا تدخل الروسي والإيراني مو محسوب خارجي لا يمس السيادة الوطنية بين قوسين؟ سوري مستقل يقول فاقد الشيء لا يعطيه، لافروف كل همه يبقى بالسلطة ويرجع بوتين لرئيسها. أيضا أبو فاضل يقول روسيا لم يبقى لها سوى سوريا في البحر الأبيض المتوسط. علاء يقول كلام فارغ لا معنى له، حمص تقصف أمام الجميع وما زلتم تتحدثون عن الحوار. لافروف حل عنا، روسيا فقدت مصداقيتها وكذلك الصين بعد التصرف المشين في مجلس الأمن. سوري مستقل، أكثر أعضاء البعثة أعلنوا انسحابهم وفشل العملية بسبب الدابي وتصرفات الحكومة، وما بتوقع حدا يوافق على عودة اللجنة بعد ما أدخل رئيسها نفسه بالعملية السياسية وصار أحد أطرافها. إما الحوار بيصير بس تلتزم لسوريا بالشروط المنصوص عليها. أستاذ جمال الوادي، فيما يتعلق بالدعم الروسي يبدو الغير مشروط للنظام السوري، أنتم في الحراك الثوري ما بدأ لكم أمام الآن قطع الطريق أمام التدويل، قطع الطريق أمام تدخل عسكري، قطع الطريق أمام أي منطقة عازلة أو حظر جوي أو أيا يكن، ما بدأ لكم في الداخل على الصعيد الثوري؟ بالبداية أخي الكريم، الفيتو الروسي أول شيء يعني بيتجه باتجاهين. الاتجاه الأول هي عرض عضلات، فروسيا عم تعرض عضلاتها قدام العالم طبعا على حساب الشعب السوري، عم تعرض عضلاتها انه اني ما زلت بقوتي واني ما زلت يعني دوله عظمى والي تواجدي على الارض. هاي واحد. اثنين، لها هدف ثاني اللي هو خلق شرخ ضمن الدول العربيه، حتى يوجد شرخ ضمن الدول العربيه من حيث الدعم ل طيب انتم بالحراك الثوري ما الذي ستفعلونه استاذ جمال؟ بس لو سمحت دقيقة خلني أكمل عن روسيا. روسيا أخي تبحث عن مصالحها، وروسيا لما يجوا الروس على سوريا الحقيقة في فاتورة جايين يقبضوها، فاتورة هم في بيناتهم أسلحة بدهم يقبضوا حق الماضي وبدهم يدعموا. ما في فلوس هلا عند السوريين يا أستاذ جمال، أنت بتعرف البير وغطاه. للشعب السوري ما في فلوس، إنما للسلاح موجود فلوس. سلامة إيران أخي الكريم وسلامة خزائن رامي مخلوف، سلام لا للسلاح موجود وموجوده بكثره، لكن للشعب السوري نعم ما ظل فلوس، بالبنوك ما ظل فلوس. يعني راح يصير قريبا جدا انهيار الاقتصاد السوري، اما بالنسبه للسلاح لا موجود ومتوفر. اما السؤال اللي سالتني، عفوا ممكن تعيد السؤال؟ بدأ لكم انتم في الداخل الحراك الثوري. اخي الحراك الثوري اخذ قرار ما ظل مجال لم يتراجع عنه، يعني ما في مجال الا النصر باذن الله، اما الشهاده او النصر.
اما بده يبيت سوريا يبيت كل سوريا، بده 23 مليون يبيت 23 يوم مليون، ويجيب كم ايراني ويجيب له كم ويحكمهم. اما الشعب السوري ما عاد يرضى ابدا ابدا بانه يظل تحت حكم بشار الاسد. ان كان الدول العربيه دعمتنا وساندتنا، العربيه الاسلاميه العالميه، او ما دعمتنا، لو ظل الثوار لحالهم بالطريق ما لهم غير اللهم بيتكلوا على الله اولا، وباذن الله النصر قريب على هالظالم. شكرا الطاقة. جزيلا لكم جمال الوادي، مدير مكتب الحراك الثوري في المجلس الوطني السوري، كنت معنا من تركيا من اسطنبول، شكرا جزيلا لكم.